اجرو روحوا شعلوا الفوغ يسخن. صباح الخير عليكم. اليوم راح ندير لكم دجاج مع الخضره في الفوغ رابيد، وعلى بها قلت لكم شعلوا الفوغ. راح نديروه بطريقه بزاف بنين وتانيك ما يديش وقت بزاف، معناتها دوك نوري لكم طريقه تاع دوزنوه تمتم دجاج دو بريفيرونس لا دوزنتو خلوه ما بيتوجدو خضره تاعكم واحد ساعه نص ساعه في التتبيله تاعو اللي حنقول لكم عليها، ومن بعد تيك تحطو ديريكت في الفوق كل شيء. اول شيء انا عندي هنا دجاج انا درتو في الماء نقيتو بليزيغ فوا، حطيت له ورقه ترنت وحطيت له الخل، ما بيت ندير له التتبيله تاعو، ندير له الخل وخليه. من بعد راح نحولو هذا الماء، راح تروح له اي زنخه ولا اي حاجه مش مليحه فيه ولا راح تروح. نخلوه هنايا، خلوها راقده هنا كما قال لك، ونروحو نديرو التتبيله اللي راح نوجدو فيها الدجاج والخضره تاعنا. الخضره كيما تحبوا، يعني اطلق العنان لتخمامكم. تحبوا ديروا بطاطا، طوماطيش، فلفل، زروديه، اي خضره تحبوها قادرين تستعملوها في هاد السنيوات تاع خضره بالدجاج. راح نبداو بسم الله. هنا التتبيله راح تبان لكم يعني المواد شويه بزاف وهما لا هذاك هو باش تجي مليحه. يعني راح عندنا هنايا نص كاس تاع الزيت ولا لا عيرتو بهذاك تاع لاتاي يعني واحد كومبلي، قارص سيترون، صوص تاع الثوم، طوماطيش مصبره مغرفه، هنا حبيبات تاع قرنفل راح يكون عندهم دور يعني هذو، ملح، هنايا ملح، عندنا زنجبيل، عندنا شويه هذايا فلفل احمر الحار، ما ديروش الا ما حبيتوش حاجه حاره، ولا حبيتو حاجه حاره ديروا شويه برك ماشي بزاف. راح نديرو هنايا بابريكا اللي هو فلفل احمر حلو، فلفل عكري يعني، هنا فلفل اسود، فلفل كحل، هنا عندنا شويه هيل كنا هضرنا عليه من قبل، الهيل بزاف مفيد الا تواجد، الا ما تواجدش معليش، هنا ومرحي. وهنايا كزبره جافه، كزبره مجففه هذيك، ثاني نسحقهم غير فا صغيره منها، ثاني عندها قوم ليه. وعندنا شويه تاع الكركم. نبداو، كاين عفسه مكون انا راح نديرو بصح الا ما تواجدش عندكم ماشي مشكل، كاين هذا اسمه الصماق، قام يبيعوه بزاف وين عند الصويره ولا كي نروحو ديجا ناكلو ديفا برا. عندنا هذاك القوم الفوق حموريه يجي شويه فيه قروسيه، هذا هو راح بزاف نطيبو به، يعني عنده فايده. الا ما كاش قادي تومبلاسيوه بلا صوص باربيكيو، هذيك عنده قوم مدخن يعني وحموضه هايله، قادرين ديروا هذيك صوص باربيكيو اللي ما عندوش ماشي مشكل. هذا نعطيكم اونكا عندكم استعملوه يجي يمد بالنا، اللي ما كاش ديجا هاد المكونات تفي بالغرض يعني تمدقو هايل. نبداو نجيبو ريسيبيون باش نديرو كاع التتبيله فيه ونحطو الدجاجه ولا لي مغسول اللي عندكم اللي كتب ربي تاع الدجاج فيه. راح نحطو الزيت تاعنا، قلنا كويس صغيور على حساب الدجاج، الا كنتو دايرين كاش انفيتاسيون ولا زوج دجاجات دوبليو، الا كان عندكم نص دجاجه دجاجه على حساب نتوما واش تستحقوا. هنا نزيدو القارص تاعنا اللي هضرنا عليه، وراح نديرو مغرفه هكا، الدجاج يحب الملح، مغرفه صغيره معمره ملح، وشوفوا ذوقوا نتوما. راح نزيد مغرفه كيف كيف صغيره تاع فلفل عكري احمر اللي هي بابريكا، راح نديرو مغرفه تاع طوماطيش كبيره اللي قلنا عليها طماطم مصبره، راح نديرو مغرفه تاع هيل مطحون، مغرفه ماشي معمره صغيره اللي تواجد عندو بيان سور. راح نديرو رشه تاع فلفل اسود كما نديروها، ما عندها قريب مغرفه صغيره كيف كيف. راح نديرو هنايا كركم، كركم ما قلتلك هذه وقته باسكو عنده فايده، وحنا مع ربي ان شاء الله يرفع البلاء علينا على الكوفيد. هذا كركم بزاف مليح، ما الا قدرتو ديروه دي تيزان ديروه. راح نزيدو هذوك شويه قرنفل اللي قلت لكم عليه، ولا عندكم مرحي ديروا شويه على راس المغرفه برك. وهنا راح نزيد ندير مغرفه كبيره تاع الثوم
باردون تاع الثوم مسكرفج ولا مرحي. راح نزيد لنا هنايا من غير زنجبيل، عارفوا بلي يتماشى بزاف مع كيف كيف مغرفه صغيره، مانيش ندير بزاف، يتماشى مع الدجاج، وكزبره مجففه اللي قلتكم عليها كيف كيف مغرفه صغيره، مانيش نستعمل بزاف نكهات يعني، باردون بس مغرفه صغيره يعني. وهنا نجو اللي قلت لكم عليه اللي تقدروا ديروه بصوص بابريكا ولا السماق، راح يمد حموضه، راح يمد نكهه مدخنه لل حندير ثاني مغرفه صغيره. وحنزيد هنايا شويه تاع فلفل الحار هدايا اليابس، اللي ما حبش الحار ما كان لا يدير، نص مغرفه. هادو هما لي زانجريديون تاعنا، راح نزيد معاهم كاس تاع الماء ولا نص فنجان تاع الماء على حساب دوك نشوف. هاهو فنيت تاع الماء، راح يكون هذا هو التتبيله تاعنا، ريحتها هايله. راح نجيبو الدجاج ننقعوه لهنا، خلوه شويه ما بين نوجدو الخضره، هذه اللي راح نديروها مع الخضره والدجاج. راح نجيب الدجاج تاعنا، حطوا الدجاج تاعكم واش حبيتوا ديروا يعني كوم دجاج، الى دجاجه كبيره ولا دوبلي وباك للمواد هكا. راح نحطها هنا تتنغنغ دوكا، خلوها تتشرب شويه قد ما تخلوها مليح. انا راني هنا دايره نص دجاجه مع كلكم مرصوات صغار هكذا. راح نخليها في التتبيله تاعها شويه، ونروح نجيب الخضره اللي حبيت انا نديرها. يعني نتوما واش تحبوا ديروا خضره، هندير انا اليوم بطاطا وندير بصل طوماط وفلفل، زروديه ما عنديش سينو ثاني تجيبنيها. شوفوا نتوما واش راكم حابين، نجيبوا صينيه وتدخل الفوق ونعاودوا نكملوا كيف كيف. انا جبت صينيه تدخل الفوق، فيها قلنا درت بطاطا وبصل. هنا البطاطا سيديروها شويه عريضه هكا ماشي رقيقه، باش تطيب مع الدجاج بيان، ما تطيبش قبله تتهرنا كاع. هنايا عندي طوماط وفلفل، انا هادو الخضره اللي حنستعملها اليوم. اول شيء راح نقطعتهم هنايا، راح نجيب الدجاج تاعنا وراح نحطو هنايا، نحي من التتبيله ونحطو، وراح نحط معاه كاع الخضره. الفوغ انا شاعلينو ديجا من قبل، تستفو كاع الخضره تاعكم. هنايا يعني نستفت الخضره كاع تاعي، لاصوص اللي كنت دايرتها راح نحطها، هي راح تكون المرق تاعنا اللي في مع صينيه الدجاج بالخضره هذه، راح تجيكم بنينه باذن الله هكذا. دوكا واش ندير، راح نغطيها بورق زبده، اول شيء نغطوها بيان بورق زبده، ومن بعد تستعملوا ورق الومنيوم من الفوق وحطوها في الفوق اللي راهو سخون ديجا. انا راح نغطيها ونزيد لها ورق الومنيوم، ندير لها قبل ورق زبده من نومن، نزيد لها ورق الومنيوم وغلقوها بيان وخلوها طيب بعقلها في الفوق. هنا السنيوات تاعنا نخرجناها من الفوق، هاهو الدجاج تحمر بيان كلش طاب. انا درت لها قلت لكم كنت غطيتها بورق زبده والومنيوم، ابخي نحيتو خليتها تحمر شويه من الفوق، حمرتها شويه من الفوق. الدجاج طايب راهو سخون، بصح دوك نوري لكم كيفاش راهو طايب. شوفوا راح العظم، شوف العظم يتنحى، معناتها طابت هايل. راح نقدمها لكم في لاسيات باش تشوفوها. هنا راح نسربي لكم يعني شويه، هاي سخونه مي باش نوري لكم بلي طابت هايله. بسم الله،
هاي ليك، وهاي لاصوص بقات وخضرة. انا راح نقدمها مع نقدم مع شويه رز. الغالب عندي وليدي صغير يحب الرز، دونك دائما ندير شويه رز بيض. جاب لي ربي ماركيتيوها في حنقدم ثاني تخضروا بالعيش شويه مخلل اللي قلنا كش نهار راح نديرو كيف كيف كورنيشون يكون شويه كبير مخللات. ونقول لكم صحتكم، جاسبر تجربوها الوصفه بزاف هايله وغابيت في الفوق وبصحتكم.